لم تكن مالاوي المتأهل الوحيد لتصفية كان 2015 اليوم، حيث تأهلت رواندا أيضا على حساب الكونغو بركلات الترجيح 4-3 بعد فوزها عليها بثنائية نظيفة في الوقت الأصلي في كيغالي في إياب الدور الثاني، وهي نفس النتيجة التي فازت بها الكونغو ذهابا. هدف اللقاء جاء عن طريق ميشيل داهاين دوك في الدقيقة 53 وميدي كاجيري في الدقيقة 59، علما أن رواندا ستلعب في المجموعة الأولى إلى جانب نيجيريا حاملة اللقب وجنوب إفريقيا والسودان. أما مالاوي فقد تأهلت على حساب البنين بركلات الترجيح 4-3 أيضا بعد فوزها عليها بهدف لصفر في الوقت الأصلي في بلانتير في إياب الدور الثاني، لتعادل النتيجة الإجمالية بعد فوز بنين بنفس النتيجة في مباراة الذهاب. دايف باندا سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 15، وستلعب مالاوي في المجموعة الثانية التي تضم مالي والجزائر وإثيوبيا. تجدر الإشارة إلى أن السيشل انسحبت بعد إلغاء مباراتها أمام سيراليون بسبب فيروس إيبولا.